اهلا بيكم وفقرة مميزة مع الطبيب. دي فقرتنا الناس بقت بتشوف الفقرات بتاعته، بقت في مسجات كتير بقى بتجيلنا وفي اسئلة كتير واتصالات. احنا ليه مش بنتكلم في مشكلة مهمة جدا بتخص كل زوجين، وهي تكرار فشل عملية الحقن المجهري؟ بنبقى عارفين ان اي ام واب بيبقوا نفسهم اذا كان عندهم مولود يبقى عايزين التاني، او اذا كان ما حصلش مثلا يعني انجاب لاول مرة بيبقى نفسهم طبعا وامنيتهم ان هم يسمعوا كلمة ماما او بابا وبيلجأوا ان هم يعملوا حقن مجهري. طيب احنا وصلنا لتقنيات حديثة، يعني بقت نسبة يعني نجاح عملية الحقن المجهري نسبة كبيرة جدا والحمد لله. يعني داخل مستشفى الولايات العربية المتحدة بتحصل نجاحات كبيرة جدا وسايمة بصمة في كل بيت مصري، ولكن ايه السبب اللي يحصل فشل؟ يا ترى ان انا بروح مكان ما فيهوش تقنية حديثة، او انا بروح مستشفى مش على الخبرة الكافية، او الاطباء اللي فيها مش على الخبرة الكافية ان هم يوصلوني للنتيجة الصحيحة؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيف فقرتنا اللي احنا دايما متعودين ناخد منه المعلومه الصحيحه، وان الناس خلاص عرفت ان هي اخر ما بتزهق بتلجأ له عشان خاطر بيبقوا عارفين ان الحل موجود عنده. خلينا نرحب مع بعض باستاذ دكتور محمد مقبل، دكتور النساء والتوليد والذكوره والعقم، استشاري اطفال الانابيب، عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، عضو الجمعيه البريطانيه لامراض الذكوره، دبلوم المناظير بفرنسا، رئيس مجلس اداره مستشفيات الولايات العربيه المتحده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك وسهلا مشاهدينا. دايما منورنا، واسئله بقى جت كتير وعلى صفحتي انا الخاصه كمان، يعني لازم نتكلم مع الدكتور في فشل عملية الحقن المجهري أو التكرار. سمعنا اللي في الولايات العربية المتحدة في يعني طفرة حلوة قوي، وكمان لما بيجوا زهقانين وفشل كذا مرة معاهم في أي مكان كمان بالتوأم وبالتلاتة بسم الله ما شاء الله، احكي لنا بيكون إيه السبب؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. زي ما أنت عارفة إن فشل عملية بيبقى في عبء نفسي على الزوجين وبالذات الزوجة. طبعا. ناهيك عن العبء الاجتماعي والعبء المادي الكبير جدا اللي تكلفتها عاليه على كتير قوي من الاسر. فعلشان تفشل بتدي صدمه للاسره، بتدي صدمه للزوجه. عشان كده بننصح الزوجين المقدمين على عمليه الاخصاب المجهري بحاجات عليهم علشان نزود الحمل وما تفشلش، وحاجات علينا كدكتور، وحاجات على المعمل وزرع الاجنه. ببساطة كده احنا عايزين الناس اللي فشلت قبل كده يقولنا، واحنا بإذن الله يسمعوا كلامنا. واحنا بنعمل لهم دلوقتي جديد في مستشفى الولايات العربية المتحدة، بنعمل ثلاث مرات. المرة الأولى نجحت خلاص، لا قدر الله ما نجحتش وده وارد، بنعمل لهم الثانية مخفضة بالتكلفة بتاعتها، لا قدر الله لو ما عملش بنعملها على حسابنا ثالث مرة. معظم الناس اللي بيقولنا أكتر من 90% ربنا بيكرمهم في الثلاث مرات. انا عايز اقول للزوج لو سمحت اسمع كلامنا، احنا بنديك ورقه اسمعوها. الورقه دي فيها انك ما تدخنش، ما تشربش مخدرات، الست تاكل ايه وما تاكلش ايه، المبيدات، تعليمات كتيره قوي. ضيق وقت البرنامج ان انا اقول في تعليمات بنديها للزوجين وبنحضر الزوجين قبلها بفتره كويسه. الزوج عليها دور مهم جدا انها تاخد العلاج زي ما احنا كاتبينه بالظبط، بنفس الطريقه بنفس الميعاد. الادويه الحقن بتتحط في الثلاجه، ما بتتاخدش كده في درجه الحراره العاليه، بتتاخد زي ما احنا قلنا لكم، لان كتير قوي من السيدات بتلخبط في العلاج وتبقى خايفه من جوزها او خايفه من اسرها ما تقولش للدكتور. لو سمحت يا مرتي العزيزه، لو انت خدت العلاج بطريقه غلط، اللي بيديك الحقنه فرقعت الحقنه وما خدتهاش، خد حقنه تاني، خدتها في غير ميعادها قول لنا علشان نتدارك الامر. لان كتير قوي سحب البيضات لها فاضيه، بان احنا ريتروجريد انسبكشن بنشوفها بقى ونسالها نلاقي خدت الحقنه في وقت غير اللي احنا قلنا عليه. وما قالتليش، لو قالت لي كنت تداركت الامر وخسرت العمليه. الزوجه عليها دور كبير جدا، وحماه الزوجه تبعد عنها. دي نقطة مهمة، دي أهم حاجة، يعني يكون في صراحة وما تخافش من حضرتك والتعليمات تكون ماشية عليها. ما تصرحنا علشان أتدارك الموقف، صح؟ زعلها شوية بس مش مش مهم. بس المهم العملية كعملية كاملة ما تفشلش، حرام ما تفشلش. لأن بتفشل وبعدين هي بتبقى خايفة تقول قدام زوجها وأهلها أو كده. الجزء اللي عليها إحنا كأطباء، إحنا بيجي لنا المريضة
بناخد كل الداتا على الكمبيوتر وموجودة عندنا الكمبيوتر، أي مريض دلوقتي من بتوعي أقدر أجيب قصته من هنا وإحنا قاعدين. فهو بيروح بيته وإحنا بنقعد ندرس له خطة علاج، دي ينفع لها الحقنة ديت، ما ينفعلهاش البرشامة ديت، أجل شوية دي جزئية. فإحنا بنختار طريقة العلاج لكل مريضة حسب اللي يناسبها. الحاجة التانية، إمتى أنا حضرت الست؟ البويضات عندي كويسة، هل اسحب الوضعات بعد بكره ولا استنى عليها يومين؟ دي نقطه مهمه جدا محدش واخد باله منها. التوقيت بتاع سحب البيضات ده بيدي بيضه جيده او بيضه نشفت خلاص بقت شيخه او غير ناضجه، ده مهمه ودي صعبه مش سهله. حتى الست بديها نفس العلاج في مرتين يدي نتيجه مختلفه في الوقت المختلف. الباتش من الادويه بتختلف من ادويه تانية، يعني انت بتحارب الظروف علشان تحسني النتائج بتاعتك. بنيجي بنسحب البويضات، تسحبيها برضو في فن، مش تقعد تطلع الابره وتدخلها وتدمر المبيض وتقعد تحقن مواد في علشان فلاش، حاجه اسمها فلاش اعتقد ديت بتاثر على نوعيه البويضات. انا بخش بابره واحده بسحب كل البويضات بها. حاجه تانية، المعمل الاجنه لابد بيجيب ابر لكل مريضه، ما ينفعش ابر لمريضه واستخدمها لمريضه ثانيه ابدا. لابد المواد الاحسن مواد ان احنا نستخدمها، ما نستخدمش الحاجات اللي هي هتوفر على المريض وتوفر عليا. الحضانات الذكيه لابد ان احنا نستخدمها، والتريب الجاز. الدكتور المعمل لابد يكون مدرب جدا وقلبه بيعيط عشان المريض، لابد بيكون طول الليل والنهار في دماغه او في امانته انه يحسن نتائج بتاعه المريض. حضرتك طبعا بتقول يعني هو ما فيش اكتر من كده، امانه وموده وحب. لابد. ان انت بتقول اول مره لو جت بتكمل ان شاء الله وبتبقى حامل، لو لا قدر الله فشل لاي سبب من الاسباب، مثلا مشيت على علاج غلط، تاني مره في تخفيض، ثالث مره لا قدر الله لو ما حصلش بتبقى عاملها مجانا. فمتهيألي ما فيش اكتر من كده انسانيه. خلينا نخرج نشوف تقرير من النجاحات اللي احنا دايما متعودين عليها من داخل مستشفيات العربيه المتحده، ونرجع لكم مره ثانيه. أكبر مستشفى متميز في إنجاب التوأم والثلاث توائم على مستوى العالم، علشان عندنا خبرة أكتر من 35 سنة، ولدينا كل المقومات المتقدمة من الفحص والتشخيص والأشعة الرباعية والمعامل المتقدمة والعلاج الخاص بكل حالة على حدة، وأيضا كل الخطوات اللازمة قبل الإخصاب. ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا
طبيب عملت مرتين قبل كده في اماكن تانية ولم يصيبها الدور، ما حصلش لها حمل. فجاتني وقلت لهم انتوا قدامكم تعملوا الحقن المجهري وانا وانتوا على الله سبحانه وتعالى. فهم وافقوا، علاء وافق وعملنا الحقن المجهري. كان عندها مخزون المبيض ضعيف شويه. مستشفى الولايات العربيه المتحده، مستشفى عالميه بعقول مصريه. ورجعنا لكم بعد الفرحة الكبيرة. دي دكتور الحالة دي أنا سمع في التقرير إن هي عملت مرتين حقن مجهري وفشل، وبعدين لجأوا لداخل مستشفى الولايات العربية المتحدة. إيه اللي حصل معها وإيه اللي تم بالظبط؟ أنا شايفة بسم الله ما شاء الله يعني توأم. طبعا لما يجي لك اتنين عملوا مرتين قبل كده بره وبقالهم 16 سنة لابد أنت تهتمي بالحالة جدا. 16 سنة؟ 16 سنة ما حصلهمش الدور. فالمريض بيروح بيته، احنا بنجيب الفايل بتاعه وندرسه كويس جدا ونعملها خطه علاج، ازاي هعالجها امتى واديها ايه واسحب امتى وكل بنعملها بروجرام، وهي مش موجوده واحنا في غير وقت العمل. علشان كده احنا بنرفع النتائج بتاعتنا لانك بتدرسها دراسه جيده، غير انك انت وقت ساعتها وانت بتكشفي بتاخدي القرار وبتدي العلاج وقت ساعتها، لا ده احنا بنقعد ندرسها بقى في وقت بعيد عن المريض وبعيد عن الضغوط وكده، وبنكتب الريبورت او بنكتب طريقه العلاج بينفذها الدكتوره هبه، بنفذها انا، بنفذها مقبل اي حد، بتبقى متفق عليها وبتجيب النتائج الحلوه ديت. ان هي حملت بفضل في توأم، يعني كونك ان واحده تفشل مرتين وتنجح عندك في توأم معنى ذلك انك انت بتحضري المريض بيسمع كلامك كويس. طبعا بتحضري المريض كويس جدا وطريقه العلاج ممتازه، المعمل بتاعك ممتاز، انك تزرع اتنين يدوك اتنين في واحده فشل مرتين، ما كناش مصدقين انها تعمل. خبره حضرتك طبعا يا دكتور دي اهم حاجه، يعني من فضل الله احنا بنقول لو اتسحبت بس بطريقه غلط البويضات ولا حاجه ممكن يعني تؤدي الى تدهور. لو اتنقلت بطريقه غلط مني لدكتور المعمل صح، في حبه في هواء، شوف ابسط حاجه هو فده طبعا حساسه جدا، ترجع للخبره طبعا. نعم. الكبيره. نعم. احنا عارفين بقى ان يعني داخل المستشفى في حاجه حلوه قوي كل بيتكلم عنها في كل مكان، ان دايما حضرتك مشهور بالتوائم بتلاتة يعني اتنين تلاتة، فده بيرجع لإيه بقى؟ حقيقة هو التوائم، التوائم الناس بتكرهها في دول بره، لكن أنا بحب التوائم لأن التوائم بتتعب الست وبتتعب الأولاد. أنا عندي ما بيتعبوش، يعني عندي واحدة، أنا عندي أكتر من 4000 واحدة ولدوا تلاتات الحمد لله، ولدوا في الشهر التاسع ومعظمهم محتاجوش حضانات زي ما هنعرف بعد كده. لكن ربنا كرمني إن وفاني إن أنا أفضل واحد في العالم بيتولد على ايديه التوائم ويعيش ويكملهم بدون الحاجه الى حضانه، مع ان احنا عارفين ان التوائم دي بتبقى بقى خطوره ولازم محافظه اكتر، ولا فيهم تشوهات ولا نقص نمو ولا اي حاجه. بدأ من فضل وشوفنا طبعا تقارير كتير، عشان كده خلينا نخرج للتقرير وهنرجع لكم مره أكبر مستشفى متميز في إنجاب التوأم والثلاث توائم على مستوى العالم، علشان عندنا خبرة أكتر من 35 سنة ولدينا كل المقومات المتقدمة من الفحص والتشخيص والأشعة الرباعية والمعامل المتقدمة والعلاج الخاص بكل حالة على حدة، وأيضا كل الخطوات اللازمة قبل الإخصاب. في عيون الناس وحده
طيبة وتسأل علينا يا ما رحنا يا ما جينا مثلك انتي ما لقينا في عيون الناس وحدة طيبة وتسأل علينا والله ما مرة نسينا دام عشق الحب فينا انت للإحساس طفلة عشقا ويدك بدينا. معكم على مدار ما مضى من هذا الوقت استفدنا جدا النهاردة من حديث الدكتور محمد مقبل وحضرنا معكم القيصرية الخاصة بمدام نور الصباح اللي بقى لها 11 سنة كانت لم تنجب وأنجبت على يد الدكتور محمد مقبل توأم ولد وبنت زي القمر. يا جنانا جنانا يا حنانا يا عيونا باتت لنا ساهرة يا ملانا يا أمانا يا رحيقا. مستشفى الولايات العربية المتحدة، مستشفى عالمية بعقول مصرية. يعني احنا بنقول الف مبروك طبعا لكل اب وام حققوا حلمهم داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده، واذا كانت فرحتهم زي ما احنا شفنا احنا كمان ببقى قاعده وانا فرحانه، فاكيد كلنا بنبقى مبسوطين ان احنا عندنا دكاتره احنا بنفتخر بيهم من داخل مصر. يعني بنشكرك يا دكتور وعايزينك بس تقول لنا بقى، يعني انت قلت لي ان في حاله انسانيه في التقرير ده. اولا السيرسي ده من طنطا، كان شاب ممتاز متفوق في جامعته، عربية خبطته متهورة ما عرفش مين اللي خبطه فيه، مين بقى على كرسي. ده الأب. ده الأب. الست زوجته رضت به واتجوزته، وأنا عامل معاه حلقة وقعدت أضحك معاه وما قالتش ما لقتش إرادة تتجوزيه ليه، وستة مسكت به جدا. قصة من الخيال. إنسانة أصيلة. وشلاع على الكرسي وكده. فده محتاج للولد أكتر منه من أي راجل طبعًا. سليم. لما جاني عمل ست مرات بره وفشلوا ما نجحتش. تخيل قد إيه اليأس. راجل على كرسي، راجل معوش ولا مليم يصرف يجيب تمن الكرسي ولا مين اللي يديله وقود له، ويروح يفشل ست مرات. فلما جاني انا احتضنته واهتميت به جدا جدا، اعتبرته جزء مني ومن اسرتي. عملت لهم المرة السابعة للأسف ما نجحتش، فشلت عندي. أول مرة بس عند حضرتك. بس بقيت حزين قوي قوي. لان ايه؟ لان نفسيتهم اتكسرت واحتمال ما عادوش يجوني تاني. يقول لي خلاص احنا هنعمل ايه، احنا تعبنا. اتصلت بهم في طنطا وكنت متابعه جدا، تعالى انا هعمل لك تاني. عملت له تاني، ربنا كرمنا سبحانه وتعالى بالواد والبنت دولت، وفرحتهم هم اعتقد سنهم دلوقتي 3 سنين سنتين، فرحتهم ما لهاش حل. جابوا توأم ولد وولد وبنت، وما شاء الله لسه له عندي 2 اجلنا كمان. يعني 6 عمليات بره المستشفى مش عند حضرتك فشلت. المره فشلت عندي، فشلت فحضرتك اتصلت بيهم مخصوص لان انت حاسس بيهم اكتر. لما فشلت عندي 7 انا قعدت ادرس الحاله اكتر، خدت علاج ايه والعلاج ده جاب كام بويضه وجاب كام جين والظروف اللي احاطت بالفشل ايه، لغايه ما غيرنا طريقه العلاج. كنت مصمم ان انت تغير، غيرنا طريقه العلاج وغيرنا اتجاهنا كلته، وربنا كرمنا بتوأم، وان شاء الله 2 اعتقد هم هيجوا الايام دي. يعني هم معاهم توأم بسم الله ما شاء الله بقى لهم كام سنه، وفي توأم اخواتهم لسه موجودين عندي. ان شاء الله برضو تتم وتنجح على خير. قول لنا بقى يا دكتور، يعني انا دلوقتي لو فشلت العمليه الحقن المجهري وانا عايزه اكررها مره ثانيه، هل ده لو انا في مكان مش مجهز او ما فيهوش التقنيات الحديثه ده ممكن ياثر على حالتي كسيده او في مشاكل تحصل لي بسبب التكرار؟ هو مش قوي، لكن كتر المنشطات وكتر دخول وخروج بالإبرة بطريقة غير صحيحة بتدمر جزء من البويضات، بتقلل المخزون. عشان كده أنا رأيي إن اللي تعمل هتعمل صح يا بلاش، صح، والدكتور يهتم بالحالة قوي، يدي لها أحسن أوبشن، أحسن طريقة بحيث يجيب من الآخر. فدي بتوفر على الست إنها تفقد كتير من البويضات، والحالة النفسية يا جماعة الست دي تقولها بس تكشف عند دكتور ذكر مأساة. هو صح مفيش فرق، بس نفسيا
أيوة. بدأت بتعمل عمليات وتاخد بنج مرتين وثلاثة وكده، فربنا يكون في عونه. دايما بالتوفيق يا دكتور، ودايما نسمع عنك كل خير زي ما احنا بنسمع، وعارفين طبعا الناس بتجيلك من كل مكان، دايما في تألق يا رب. نشكر مع بعض أستاذ دكتور محمد مقبل، دكتوراه النساء والتوليد والذكورة والعقم، استشاري أطفال الأنابيب، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، عضو الجمعية البريطانية لأمراض الذكور، دبلومة مناظير بفرنسا، رئيس مجلس إدارة مستشفيات الولايات العربية المتحدة. وأنا كمان بشكركم، أشوفكم دايما على خير.